فينبغي. وكذلك يقول القائل: ما حكم الصلاة بالساعة؟ قلنا: الصلاة بالساعة جائزة ما لم تباشر البشرة، فإن باشرت البشرة وكانت معدنا هنالك دخل في النهي. أقول دخل في النهي. هذا النهي ما نوعه؟ ترى النهي يمكن أن يكون تحريم ويمكن أن يكون تكريه، والتحريم هو الأصل وحكمه التحريم والدوام والفور كي لا يفعل الحرام، كذا يقول نور الدين رحمه الله. فالأصل في النهي التحريم، ولهذا ذهب بعض أهل العلم هنا إلى أن من لبس معدنا في الصلاة وصلاته فاسدة أتى حراما. ومن أهل العلم من قال بالكراهة، أن لبس المعادن هذا النهي لا، إنما نهي عنه نهي تكريه ما نهي تحريم. ومن ذهب ذلك من المتقدمين المحقق الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي رحمة الله عليه في المجلد الرابع من تمهيد قواعد الإيمان، وذهب إليه كذلك الشيخ إبراهيم الصوافي في تغريداته، لأن النهي هنا نهي تكريه ما نهي تحريم. ومن أهل العلم من قال تحريم. لكن مرة يحكي لي أحد طلبة العلم، يقول لي جاء واحد من الطلبة يقول لي يسأل الشيخ العلامة سعيد بن مبروك القنوبي، الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي حفظه الله كان واعظ هنا في الصحار معنا، وكان يحاضر في هذا المسجد هذا، وكان يسكن هنا في الشعبية في الصف الأخيرة هذه في البيوت اللي قبل الأخيرة، وكان يحاضر هنا، هذه للعلم بين قوسين يعني. الشيخ سعيد قال له أحد الطلبة يسأله يقول له عن نهي ورد عن رسول الله، قال: هل هذا النهي للتحريم ولا للتكريه؟ قاله الشيخ يقول له: بسألك، لو كنت انت في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وسمعته ينهى عن الصلاة بالآنك والشبه، بتقول له: يا رسول الله، هل هذا نهيك نهي تكريه أم نهي تحريم؟ ولا بتباشر الامتثال مباشرة؟ ايش بتسوي؟ يمتثل ولا يستفسر؟ يمتثل. يقول له: ما يتنقب نهي تكريه ولا نهي تحريم، وإنما إذا ورد عليك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتثل. لهذا النصيحة التي نخرج بها هو أن الواحد يحذر من الصلاة بالمعادن المباشرة لبشرته، يحذر من ذلك، يعود نفسه إن قبل الإحرام أو قبل الوضوء أو بعد الوضوء يضع ساعته أو معدنه في جيبه.